في الحقيقة بعد تدشين مدينة الثقافة من قبل سيادة الجمهورية يوم 21 مارس حبينا أنه الانطلاق برنامج مسرح الأوبرا يكون بعد أسابيع وهذا اللي يقع. واليوم نحتفي بهذا الفضاء الجميل جدا واللي هو من أرقى الفضاءات الموجودة يعني في تونس وفي المغرب العربي بصفة عامة وفي الجهة العربية والأفريقية باحتفالية تونسية طبعا هي تحتفي بالتراث والموروث، تحتفي بالموسيقى التقليدية التونسية مع شيخ من شيوخها وعلم من أعلامها زياد غرسة، وكذلك صوت جميل جدا محزية أتويل، وطبعا مرافقة وأداء الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود. احنا الأهم بالنسبة لنا أنه إن شاء الله انطلاقا من اليوم يكون فما تواصل وتواتر يعني في مستوى الأعمال والتظاهرات، وهذا ما إن شاء الله باش نأمنوه انطلاقا من اليوم في مسرح الجهاد في مسرح الأوبرا، باعتبار المسرح الجهاد ومسرح المبدعين شبان عندهم نشاطاتهم، ولكن الأهم اليوم يقع الاستغلال الأمثل إن شاء الله لمسرح الأوبرا. عندنا زاد احنا على أبواب رمضان كريم وإن شاء الله كيف نوصفوا هذه الفضاءات للاستغلال الأمثل. الأهم أن مدينة الثقافة اليوم تكون في تونس وفي المغرب العربي وفي العالم العربي وفي أفريقيا مرجع نظر كبير بحكم كل هذه النشاطات اللي فيها وكل هذه الأقطاب وكل هذه المؤسسات الثقافية اللي إن شاء الله تجعل تونس في مقدمة هذه الدول ثقافيا وإبداعيا إن شاء الله.